ثم أما بعد، فمع قول الله عز وجل مما ذكرنا قبل: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله من عذاب الله. نقف اليوم على أمر عظيم من أمور الدين، وذلك هو أمر الكلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ذكرنا قصة زلة آدم، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الزلة هبوط، وهذا الشيء الذي يجب أن يعلمه المؤمن، فالله جل وعلا لا يقص القصص للمتعة الروائية سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإنما يقص القصص عبرة وتربية ومنهاجا. فمن الفقه الذي يؤخذ من هذه الآية، وأعني بالفقه هنا ليس فقه الأحكام من الحلال والحرام، وإنما هو فقه النفس وفقه القلوب. الذنب درك والبر درجة، والمؤمن بين دركات ودرجات ولا منزلة بين المنزلتين. يعني المؤمن في سيره إلى الله جل وعلا وهو سائر قهرا واختيارا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت في سيرك إلى مولاك بين درجات ترتقي أو دركات، نعوذ بالله من الدركات. فالنزول دركة، يعني كل درجة كتنزلها ما كتسماش في لغة الإسلام درجة، لا، دركة نزلة، وإنما الدرجة طلع. والمؤمن بين هذين، بين درجات ودركات. قلت ولا منزلة بين المنزلتين، يعني ما كاينش شي حاجة اللي ما هي شي درجات ودركات، فإما أنك ترتقي وإما أنك تهبط. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وبينا قبل قوله جل وعلا فأزلهما، وزلة الإنسان عادة تكون من علو، يكون غادي فوق شي حاجة عالية وكيزلق ويطيح، هذا معنى زلة. زل عن الشجرة، زل عن الجبل، أي انزلق وهوى. وبما أن الجنة عالية عالية، فخروج آدم منها كان كأنما زل من شيء عال شاهق. فأزلهما الشيطان بحلة دفعوا وطح هبط. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا. كل ذنب يذنبه الإنسان إلا وينتج عنه هبوط، ولا يوجد ذنب كبر أو صغر لا ينتج عنه هبوط. وهذا أمر فعلا من فقه النفس، من أدركه وأبصره كلما أذنب الذنب إلا وجد نفسه قد انحط إحساسه الإيماني وضعف ذوقه الوجداني وثقلت جوارحه عن العبادات. يبغي يخرج للجامع كيلقى راسه ثقيل. حينما تراجع نفسك تجد أنك عصيت ربك في أمر كبر أو صغر ولم ترتقي بعد، بقي طيح مازال منط. والارتقاء من الذنب لا يقع بالتقادم، هذه من الحيل الشيطانية، يعني الحيل الشيطانية، وقد استطاع أن يوصلها إلى أصحاب القوانين الوضعية، وطبعا القوانين الوضعية كلها حيل شيطانية. هذا المفهوم ديال التقادم الذي يكون في الأحكام الجنائية وغيرها، يعني دازت 5 سنين ولا دازت كذا انتهى. الإسلام لا يعرف هذا. الذنب ذنب قد كتب على صحيفتك إلى يوم القيامة إلا أن تستغفر الله منه ويتوب عنك. ما كانش هذا راه باقي تما، لا ينفع التقادم، بالعكس التقادم يجعله أكثر قوة وينسج على أخيه، أي على الذنب مثله. تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا، كما ذكرت من قبل في هذا المشهد البياني النبوي الشريف، كيف أن الذنب الجديد ينسج على الذنب القديم، كيتنسج بحل وضيفة ديال الحصيرة ويتركب عليه. فالذنب إذن لا يضمحل بالتقادم، بل يزداد فتكا بالقلب وتدميرا للنفس كلما قدم الفعل ولم يتوب الإنسان منه، فذلك الذنب إذن
يشكل خطرا على وجدان المؤمن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ما تخليهاش طول فيك. أذنبت ذنبا سارع إلى الميحات، سير للقومة باش تمسحها. الميمحات إنما هي حسنة مضادة، هذه هي المضادة الحيوية الحقيقية للذنوب. الأنتيبيوتيك هو الحسنات فعلا الذي يطهر النفس من الذنوب التي دخلت إليها فعلا. وأتبع السيئة الحسنة، إتباع، والإتباع هو أن تبادر إلى الخير بعد وقوعك في الشر. أتبع، حسيت براسك درتها ماشي يديك، إذن سارع إلى حسنة، ما أن تتصدق مثلا، أن تصوم نافلة، أن تستغفر ربك استغفارا اليوم كله، أو شيء من هذا القبيل مما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. عسى أن ترتقي من درجتك إلى درجة. ومن فضل الله جل وعلا أن الحسنة ماشي غير كتمسح الذنب وكان، لا، كتمسحه وتجعلك ترتقي درجة. فبالحسنة يحط عنك ربك الخطيئة ويرفعك درجة. وهذا هو الشيء العجيب في الإسلام الذي يشجع النفس المؤمنة التي تؤمن بالله جل وعلا حقا وصدقا على الإقبال على الله عز وجل بقلب يملأه الأمل والرجاء في رحمة الله. فخطيئة آدم أدت إلى هبوط، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. متاع الأرض، متاع الحياة الدنيا والاستقرار الأرضي إنما هو محدود بغاية. ولذلك كان فرق ما بين متعة الجنة ومتعة الأرض واستقرار الجنة واستقرار الأرض من أهم الفروق، أن استقرار الجنة خالد مخلد، وأن متعة الجنة رغد، فكلا منها حيث شئتم رغدا، رغدا حيث شئتم في هذه وفي تلك، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. رغد ممتد امتداد طول وامتداد عرض. أما الدنيا فمتعتها ورغدها وعيشها واستقرارها كل ذلك محدود بغاية. وما أتعس من يثق في المتعة المحدودة، شيء عجيب متع الحياة الدنيا. متعة الحياة الدنيا تنتهي ببدايتها إلى حين، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهذا التعبير قضى على متع الحياة الدنيا بالفناء بمجرد البدء. وغادي نعطيك أمثلة وتخيل جميع المتع التي تعرفها، وأمثل بالمثال العام ما هو الطعام. ألذ طعام عند الإنسان هو هذاك اللي مازال مكله. ألذ طعام عندك هو ما لم تأكله بعد، هذا ألذ طعام، لأنك بمجرد تناول اللقمة الأولى تبدأ لذة الطعام ومتعته في النقص لا في الزيادة. ولا يزال الطعام تنقص لذته وأنت تأكل حتى تشبع، فإذا شبعت انقلبت المتعة إلى عكسها تماما. حتى أنه إنسان كيكون في بعض الأحيان كلا مزيان لدم كيشمو كيبغي يرد، أعزكم الله، هو قبل قليل كان لعابه يسيل شوقا إليه، والآن العكس تماما، ينفر منه، ما الريحة ديالو ما قبلهاش. كذلك كل متع الحياة الدنيا، قس على هذا كل المتع، متعة المال ومتعة الأولاد ومتعة الأزواج ومتعة الطعام، كل شيء كل شيء نهاية المتعة تسجل ببدايتها. ولذلك العمر الكامل هو عمر الطفل الذي لم يولد بعد. أما إذا ولد النهار الأول عنده ناقص واحد، ناقص واحد، ولا يزال يشب ويكبر وعمره ينقص. هذه طبيعة الأرض. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والعداوة بين الإنسان والشيطان من جهة، وبين الإنسان والإنسان من حيث معركة الحق والباطل. قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أدرك آدم عليه السلام فرق ما بين السماء والأرض، فرق ما بين متعة الجنة ومتعة الحياة الدنيا، وهو فرق مهول، فرق مهول. لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،
فالذي رأى الجنة حقا وصدقا إذا نزل الأرض لا يرى إلا أشباح المتعة ولا يرى المتعة. ففواكه الأرض ومتع الأرض وكل نعم الأرض إنما هي أشباح لحقائق النعم التي أودع الله جل وعلا في الجنة. وفرق كبير جدا عند من ذاق تلك النعمة، نعمة الجنة، فرق كبير عنده بين حقائقها وحقائق ما هو فيه. ولذلك شعر بالندم عليه السلام، وشعر بالخطيئة، وشعر بأن الله جل وعلا قد أهبطه، يعني زل درجة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسيا ولم نجد له عزما. ها هنا إذن اشتاق آدم إلى ما كان فيه، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، بقي ذلك راسخا في ذهن أن يعود يوما ما إلى ما كان فيه هو وزوجه. والحل ليعود إلى ما كان فيه هو الصعود، لأنه يعرف أن تلك النعمة كانت في السماء عالية. والعودة إذن تقتضي أن يقوم برحلة عمودية، طالع فوق عمودية. وهذه الرحلة العمودية هي رحلة الروح إلى مالكها وخالقها، تبتلا وتطهرا واستغفارا وعبادة، عسى أن تكون راضية مرضية عند مولاها جل وعلا. كان هذا أول خطيئة سجلت في تاريخ الإنسان، خطيئة الشجرة، ولا يعرف لها حل. مازال ديك الساعة آدم ما يعرفش شنو هو الحل ديال الخطيئة إذا وقعت، يتوب كيف؟ لا يعرف. ولذلك لأول مرة حينما تكلم الله جل وعلا عن التوبة تكلم عنها على أنها أنزلت، مش طلعت، أنزلت. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات هي التوبة، نزلت، نزل الوحي على آدم عليه السلام، وبذلك كان أول الأنبياء. فأوحى الله جل وعلا إليه كيف يتوب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي حينما تلقاها آدم وقالها تاب الله عليه، إنه هو التواب الرحيم جل وعلا. هذه الكلمات يقول المفسرون هي التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الأعراف، قال ربنا، قال بجوز آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا لب التوبة، من لم يحصله في كلمات التوبة فلا توبة له. أنا نشرح هذا الكلام، يعني اللي بغى يتوب لله جل وعلا بأي لفظ، باستغفار من الاستغفارات المأثورة كسيد الاستغفار أو غيره، أو بأي لغة شئت من اللغات التي تعرف، عامية أو أمازيغية أو فرنسية، ما شئت، خص المعنى ديال التوبة يكون حاضر في ذلك الكلام. وهذا المعنى هو أول ما أنزل من التوبة، وهو قوله جل وعلا على لسانهما آدم وحواء، قال ربنا ظلمنا، ظلمنا أنفسنا، أي الاعتراف بالذنب. من لم يعترف بالذنب فلا توبة له. حال واحد كيتوب التوبة ديال المكبر، تكبر، يقول لك أنا ما درت والو، وأنا غير كذا وأنا غير كذا. أما وإنك تستدرك على مولاك تقول له ولكن، فالله جل وعلا لا يقبل توبة المستدرك، لا يقبل توبة المتكبر، لأن أول شروط التوبة تحقيق الذلة لله الواحد القهار، شعر بأنك ذليل بين يدي الرب العظيم المتكبر ذي الكبرياء وحده لا شريك له. بقي فيك شوية الكبرياء، يعني بقي كتشبه برب العالمين، والتشبه برب العالمين في الكبر والكبرياء شرك. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما قذفته في النار، في الرواية المشهورة الصحيحة، وفي رواية أخرى خصمته، لكن هذه ثابتة، فمن نازعني شيئا منهما قذفته في النار. قذف يعني بحال لك تشد واحد العجوة وتزوطها جهنم، نسأل الله العافية. فالتوبة في حقيقتها تجريد القلب من كل أنا، كاع الحاجة اللي فيها أنا، الأنانية كتحيدها من القلب وتنكسه من كل شعور بالذات كبرا وتكبرا، وتخضع لله الواحد القهار خضوع النادم العاجز، نادم على داك الشيء اللي درت وعاجز عن وجود الحل.
فتجأر إلى الله وتلجأ إليه أن يجعل لك من ذنبك مخرجا. هذا الشعور بالفقر إلى الله سبحانه وتعالى هو المحبوب عند الرب العظيم، وهو الذي ينظره في قلب العبد. هذا الشيء علاش كيقلب رب العالمين يشوفه في قلب العبد التائب، أفي قلبه انكسار وذلة أم لا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا. طيب عرفنا بأنه هذا الشيء اللي درنا نحن المتضرران منه، أنا المتضرر منه، وأنني أنا ارتكبت الخطيئة لا غيري، وأني أنا السبب لا غيري. شوف سبحان الله العظيم، هو الشيطان وسوس فأزلهم الشيطان عنها، هو وسوس لهما وقاسمهما. في الآية الأخرى إني لكما لمن الناصحين. إبليس هو صاحب الوسواس، بل هو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولكن التائب اللي يبغى يتوب حقيقة فهو ماشي يعني كيبر إبليس، لا إطلاقا، بل يجرمه ويلعنه ويقول هذا من عمل الشيطان كما قال موسى عليه السلام من قبل، ولكن يدين نفسه. ماشي تجرم إبليس باش تبرأ راسك إطلاقا، بل أنت الذي أنصت لإبليس وأنت الذي انتصحت له بالنصيحة الغرور، نصحك بالغرور والكذوب وعجبك الحال، وجدت لكلامه في نفسك وقعا حسنا فزين لك خطيئتك. فأنت حينما تنكر ذلك من نفسك تعترف لربك أنك أنت المخطئ. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف. ولذلك كان مثل هذا المعنى في سيد الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كيعلم الأمة عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، فيقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عجيب، عبارات جامعة مانعة فيها إقرار بالذنب وإدانة للنفس واعتراف بالنعمة السابقة لله وبالربوبية الكاملة المطلقة له، وذلك كمال التذلل لله الواحد القهار. فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات نكرة العربية لها دلالة سياق يمكن تجيك تدل على شي حاجة قليلة ضعيفة، تنكير يدل على التقليل، ولكن في بعض السياقات يدل على العظمة. ففي هذه الآية كلمات تدل على أنها عظيمات، ولكن أحيانا قد تدل على القلة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ناكرة هنا تدل على القلة، منافع قليلة، دل عليها السياق دلالة المقابلة، إثم كبير وجاء المقابل منافع، ولكن هنا كلمات للتعظيم. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات إذن هي مفتاح التوبة، هي سر القبول والرضا الرباني. وما هذه الكلمات إلا ما ذكرت من قول الله جل وعلا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا الإقرار الأول. ولذلك كان هذا المعنى ضمن استغفار يونس عليه السلام، ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الثقافة العوجة اللي عند كثير من الناس في تبرئة النفس، عمره ما تخليه يشوف العوجية دياله، ديما غلط في راسه، وهذا هو المصيبة. تقول له كلام كيقول كي ديما كنديروش شي حاجة خيبة، ما كنقطعوش الطريق، ما كنزنيو، ما كنسرقوه، ما كنديروه، والبلاء كله قد اجتمع فيه وهو لا يدري. لأن الإنسان من اللي يشوف بعين الرضا على نفسه العوجية دياله عمرها ما تبلو، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. إذا رضيت عن نفسك كلت عينك عن الخط، كلت يعني ضعفت، عيات، ما كتشوف ولو. والكيس المؤمن الفاطن هو الذي يدين نفسه، اتهمها، فإذا اتهمتها انكشفت كل خطاياها بين يديك كالمرآة، ولن تكون أفضل من أبي البشر آدم حينما دان نفسه واتهمها وقال عليه السلام هو وزوجه قال ربنا ظلمنا أنفسنا. هذا الشطر الأول، لأن رب العالمين ماشي قال كلمة واحدة، كلمات. شطرها الأول الاعتراف بالذنب والإقرار وإدانة النفس واتهامها وتجريمها، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
وهذا فيه معنيان جوج، فهي ثلاثة، الأول الإقرار والشطر الثاني فيه جوج، فهي ثلاثة، ولذلك كانت كلمات جمع. قلنا الأول إقرار، الثاني افتقار، حينما يعلم المؤمن أن لا ملجأ له من الله إلا إليه، ما عنده حل، إن لم يغفر لك مولاك فلا حل لك، ما عندكش حل إطلاقا. مجرم بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا جعل يبحث عن حل، وسأل الرهبان وسأل من سأل ولا يجد له جوابا، لأن شعر أن ما عنده حل، شعر أنه ما عنده حل، ما عنده حل في الأرض وعند أهل الأرض ما عنده الحل. وأيقن هو أيضا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أيقن هذا وشعر به، فجعل يبحث عن باب يوصله إلى الله عسى يجده. حتى إذا سأل الراهب في القصة كما حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صحيحة عجيبة، فقال له لا توبة لك، 99 روح شو باقي ما تتوب انت، فأكمل به 100 عاودته وطيل الرأس ديالو زادوا على الحساب، حتى أدرك عالما بالله فقال له ومن يمنع توبة الله على عبده، فتاب لله حقا ونصحه وقال له غادر هذه البلدة، لأن البلدة دي السوء كتخرج فعلا الإجرام، إجرام ما كيجيش بوحده، هكذا كتكون ظروف كتنتجو وهذه الظروف سيئة. فغادر وهاجر بلدته سائرا إلى أين؟ إلى الله جل وعلا، وقابله الله. وخلاصة الكلام، لا أريد أن أقص تفاصيل القصة، وإنما عندي محل الشاهد أنه مات في الطريق قبل أن يدرك المكان الذي قصده، فنزلت ملائكة الرحمة تريد قبضه لأنه كان من التائبين، ونزلت ملائكة العذاب تريد قبضه لأنه كان من المجرمين. ولما يعمل في الإسلام وفي الدين شيئا، هذا عتب مازال ما صام صلى ما درتش حاجة مقدة، فجعلا يختصمان فيه هذا الفريق وهذا الفريق، فنزل ملك آخر حكم بين الفريقين، حكم وجاء بخبر الله عز وجل، قال لهم قيسوا الأرض التي إليها من أهل العذاب وقيسوا الأرض التي إليها من أهل الرحمة، فمن كان أقرب إليها منهما فلتقبضه ملائكتها. شوفوا شحال بقيلوا من مسافة الأرض ديال الخير وشحال قطع من المسافة بينه وبين أرض ديال الشر، الأرض اللي قريب لها باش ما كان ملائكة ديالها تديه. فوجد أنه قد دخل أو فاق وغلب بمسافة الرحمة مسافة العذاب بشبر، شبر باش فايت مسافة الرحمة، باش فات مسافة الرحمة مسافة العذاب، فقبضته ملائكة الرحمة، لأن الله جل وعلا أنزل التوبة رحمة، توبة رحمة وليست عذابا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إذا أقررت بالذنب واعترفت به ثم أدركت أن لا ملجأ لك من الله إلا إليه، رأى ما عندك حل إلا الله جل وعلا. الافتقار، شعور بالفقر إلى الله وأنك لا تستغني عنه جل وعلا إطلاقا. حقيقة يعني المؤمن حينما يتفرس في نفسه تأمل يشوف ذنوب في نفسه وقعت، من يرفع الواقع؟ لا أحد، لا أحد يرفع الواقع إذا وقع إلا الله جل وعلا. يعني ماشي غير في القتل، القتل باين، يعني إذا قتلت واحد حييه، الحل زعما الحل الحقيقي تحييه، أنت قتلت وردك كان مستحيل، إذا ما عندكش حل، الحل هو الله سبحانه وتعالى يتوب عليك، ما دون ذلك ما كاينش الحل نهائيا باش تعاود تحييه، لا تستطيع. هذا واضح جدا، ولذلك ضربت المثال بهذا اللي قتل 99 وكمل بالمئة، وإلا راه جميع الذنوب بحالها هكذا، غادي نشرحها بإذن الله عز وجل. أذنبت ذنبا، قلت كلاما سيئا، سواء كان الذنب ذنب قول أو ذنب فعل، سارقة، زنا، خمر، أي شيء من الكبائر أو من الصغائر، أنت درته قلعوا حيدوا ما يمكن، لأنه ولا تاريخ واقع، الواقع ما كيتحيدش، كيمكن من بعد دير حاجة مزيانة ولكن راك درتها بعد ما مزيانة، حيدها من البارح. أتستطيع أن تزيل ما أكلت أمس؟ ما تستطعش. الشيء اللي كليته البارح ما يمكنش تحيده، ركليته. كل فعل حدث في الزمان لا يمكن أن يرتفع إطلاقا. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه كانت عنده واحد الحكمة كيقول فيها الكلمة إذا نطقت بها ملكتني، الكلمة غير نخرجها من فمي ولا شدني ملكاني، وإذا لم أنطق بها ملكتها، الكلام اللي ديالي واللي مازال ما قلتوش، أما اللي قلتوه ما بقاش ديالي، واللي تأنا دياله، ما معنى أدياله؟ الناس غادي يفهموني ويفسروني بداك الكلام اللي قلت،
بينما أنا متحكم في الكلام ما حد ما قلته، فأنا أملكه نقوله ولا ما نقولش، ونبدل فيه ونغير فيه ونزيد ونقص. أما وقد قلته انتهى. ولذلك في الحديث كيف وقد قيل، حديث الرضاع، فكل فعل وقع في الواقع لا يرتفع لأن رفعه محال، محال يعني المستحيل براسه. وأنا نشرح هذا المستحيل في المنطقة شنو هو؟ هو ما لا يمكن تصوره، ما تقدرش تخيله. تالخيال اللي بغيت تخيله ما تقدرش تخيله، يعني الخيال ديك تحاول تخيل شي حاجة وقعت وكتحيد من ذاك الواقع، العقل ديالك غادي يوجعك، غادي تحس بالضرر في دماغك وأنت تحاول تخيل ما لا يمكن تخيله. كأن يجتمع الشمس والظلام في زمان واحد بمكان واحد. تخيل في هذا الرقعة من الجدار الشمس ضربة، الشمس شرقة وضربة في الحيط، وتخيل فيها الظلام ما تستطع، مستحيل يجيك هذا الخيال البالغ. فإذا أبصرت النور تبدد الظلام في الذهن ديالك في الخيال، وإذا أبصرت الظلام كتغرب لك الشمس، الشمس كتهرب لك من الخيال ديالك. أن تجمع بينهما يستحيل، تفجر الدماغ ديالك ولا تستطيع. رب العالمين وحده يستطيع جل وعلا، لأنه القدير الذي هو على كل شيء قدير، يستطيع أن يصنع المستحيل فيرفع الواقع من صحيفتك ويغفر ذلك الذنب. ولذلك يجد المؤمن أن لا ملجأ من الله إلا إليه. أنت ما تقدرش تخيل كيف ارتفع الواقع، لا تستطيع، ولكن الله يخبرك أنه ارتفع وأنك ارتقيت من الدركة إلى الدرجات. الدركة تحولت درجة، وهذا من أسرار الافتقار إلى الله جل وعلا. الذي يتوب بغير افتقار لا يتوب ولا يتوب الله عليه، وإنما التائب من أقر بالذنب ولجأ إلى الله يطرق بابه مفتقرا، عارف بأنه لما تحلش هذا الباب راه يبقى في الزنقة، ما كاينش باب آخر إطلاقا. لأن العبادة جميعا لا أحد يستطيع أن يرفع عن أحد زلة، تا واحد في الأرض في الدنيا ولا في الآخرة ما عنده استعداد يهز الذنوب ديالك على ظهره، ما يمكنش. فرب العالمين وحده يمحو سبحانه وتعالى الذنب ويثبت الحسنات. ولذلك كما ذكرت في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ياك درتها الذنب وقع ومع ذلك الحسنة تمحو الخطايا. فأنت إذن تشعر بالافتقار، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا هو الشطر الثالث، أي أن المؤمن يدرك يقينا يقين بأنه إذا لم يغفر الله له صلى الله عليه وسلم فذلك هو الخسران المبين، أي العذاب الشديد والعياذ بالله. فالذنب إذن إما أن يغفر فذلك هو الربح كله، وإما أن لا يغفر فذلك هو الخسران كله. لماذا إذن تريد أن تتوب؟ لماذا تشعر بالافتقار إلى مولاك؟ لأنك توقن بأن عدم حصول ذلك خسارة، خسارة حقيقية. الشعور بالخسارة شيء مهم جدا في نفسية المؤمن المذنب. الشعور بالخسارة، شوف التاجر من اللي كيربح كيشعر بالانشراح، من اللي كيخسر البيعة والشراء تنقبض نفسه. كذلك المؤمن حينما يجرم جرما أو يذنب ذنبا تنقبض نفسه، لأنه حس بالخسارة، خسر هذاك النار، خسر البيع والشراء ديالو مع الله تعالى. فإذ شعر بالخسارة انقبضت نفسه، ولا يجد انبساطا إلا بعد أن يشتم رائحة التوبة من رب العالمين. ما حد ما شم الريحة ديال التوبة يبقى في حال القبض وليس في حال البسط. والله جل وعلا هو الذي يقبض الأنفس وهو الذي يبسط الأنفس، هذا من منازل الإيمان، قبض وبسط، وهي أشياء عجيبة جدا من أسرار النفس ومن أسرار الروح. كل إنسان سبحان الله بعض الأحيان حزين لا يدري ما باله، قبض النفس من قبضة. وبعض الأحيان يكون عنده انشراح، واحد النشاط وواحد الراحة لا يدري ما باله، ما عارف شي السبب ديال الفرح ديال. فتلك مؤثرات روحانية على قلب العبد، تكون الذنوب أسبابا في القبض والانقباض، وتكون الحسنات وأعمال البر الصالحات أسبابا في الروح والريحان، أسباب في الانشراح. وهذا لا يدرك بالعين ولا بالحس ولا باللمس، وإنما يدرك ذوقا، ما عندوش شي طريق أخرى. هذاك الصحابي الذي استشهد في المعركة فقال
لصاحبه أقرئ عني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وأخبره أني أجد ريح الجنة. وراكيموس قال له إني أجد، أجد ماشي بالمعنى العام اللي كنستعملوه احنا، يعني راني لقيت ولا كنلقى، لا، أجد من الوجدان كنشم، أجد ريحا كنشمها، أجد طيبا كنشم الريحة ديال الطيب راه دايزة، أجد ريح الجنة أي أنه بدأ ولما تصعد روحه بعد، بدأ يشم عطر الجنة. حقائق النفس إنما تدرك وجدا بالاحتكاك المؤمن ببصائر القرآن وبحقائق السنة، يبصر من خلالهما واقع النفس وتقلباتها قبضا وبسطا، ما بين الذنب والمعصية وما بين التوبة والحسنة. ولذلك كانت هذه الكلمات مفاتيح الرضا، رضا رب العالمين على آدم وزوجه. فتلقى آدم من ربه كلمات، وما أدرك ما هي هذه الكلمات، فتاب عليه، بهذا تاب عليه، وليس بالتلفظ وحسب، ولكنه تعبير معبر عن حقائق وقعت في النفس، في نفس آدم وزوجه، انكسار وذلة وندم وافتقار إلى الله جل وعلا وخوف من الخسران. هذا المؤمن، هذه أول كلمات نزلت من السماء في شأن التوبة، لأنها تعلقت بأول خطيئة بشرية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال جل وعلا إنه هو التواب الرحيم، وعبر بالجملة الإسمية ومؤكدة، والجملة الإسمية بلا توكيد مؤكدة أصالة. لو قلت هو التواب الرحيم أو الله تواب رحيم فهو في نفسه توكيد، أما وإنه قال إنه، ازداد التوكيد توكيدا. لما؟ لي ولك ولكل مؤمن بعد آدم، يعني باش يقول لنا رب العالمين القصة ماشي متعلقة غير بآدم، راه بكل إنسان تاب إلى الله جل وعلا راه بحال بحال. إذن عليك أن تدخل في سيرك إلى الله عبر الكلمات، تقر وتتهم ندرتها، تقر لله بين يدي الله، ثم تدرك أن لا ملجأ لك من الله إلا إليه، ولا من جالك منه جل وعلا إلا به، وتشعر بحجم الخسارة باش ما تستهنش بالذنب، تقولي هذا الذنب صغير ما كاين، بس هذا الذي يغرق الناس في الخطايا والذنوب، تشعر بالخسارة بأنك بدل أن ترتقي وقعت وهبطت. وفرقون كبير جدا بين من يرتقي وبين من يشقى، نعوذ بالله من الشقاء. إنه هو التواب الرحيم أي إن هذا المنهج الذي أنزله الله جل وعلا من السماء وعبر عنه بالكلمات، كل من فعله من الخلائق، كل من فعل هذا المنهج، فإن الله جل وعلا يعامله بنفس الأسلوب وتكون النتائج نفسها، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، أي هو جل وعلا ممتدة توبته ورحمته شاملة لكل الخلائق زمانا ومكانا إلى يوم القيامة. قصة آدم ليست طريفة من الطرائف نقرأها ونمضي، بل هي خطاب خاطب الله به العباد، كل العباد إلى يوم القيامة. فنحن الذي ندرس هذه القصة في هذا المكان وفي هذا الزمان مخاطبون بهذا المنهج في أنفسنا. هذا هو القرآن، القرآن ماشي شي حاجة نزلت في القرون الأولى وتسال الكلام ديالو إطلاقا، بل هو كلام الله جل وعلا مجرد من قيود الزمان ومن قيود المكان. ومن ظن أن آية أو سورة إنما ترتبط بواقع من وقائع الجزيرة العربية وما عندهاش امتداد في التاريخ وما عندهاش امتداد في كل مكان وفي كل زمان، فقد نسب النقص إلى القرآن. والقرآن كلام الله جل وعلا، وكلام المتكلم صفة من صفاته، ولا يوصف الله إلا بصفات الكمال والجلال، ولا يكون القرآن بذلك إلا صفة لله من صفات الكمال والجلال، فلا ينسب إليه النقص. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله من النار. قلنا اهبطوا منها جميعا، وإنما الخطاب في هذا الجمع هو لآدم وزوجه، لآدم وزوجه، لأن الشيطان غضب عليه قبله. الشيطان راه هبط، يعني هبط أقول يعني الهبوط، هبوط الخطيئة، مذ تكبر واستكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي حينما أبى أن يسجد لآدم
من تمرى طردوا رب العالمين من الرحمة. ولذلك الخطاب لا يتعلق به في هذه الآية الآخرة هنا، هذا يبيطه، هذه مش ديانه، ما دخلش فيها. والدليل على ذلك أيضا أنه قال جل وعلا: فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي. الشيطان لا يتبع هدى الله، ما دخل شيء في الآية، وإنما المخاطب بهذه الآية آدم وزوجه وذريتهما. قلنا اهبطوا منها جميعا، لأنه حينما أهبط آدم فقد أهبط ذريته معه إلى يوم القيامة، ذريته التي هي آنئذ في عالم الذر. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وثبت في الحديث الصحيح أن هذا الخطاب لفطرة الإنسان ذرية كان قبل هبوط آدم من الجنة. فحينما قال قلنا اهبطوا، خطاب الجمع، والواقع آنئذ شخصان آدم وحواء، جوج اللي كاينين، ما كاينش الثالث، مازال ما ولدوش. والولادة إنما ستقع بالأرض، ولم يولد بشر قط في السماء، أول ولادة بشرية كانت هنا في الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإذا هذا الخطاب هو خطاب لآدم وزوجه وللذرية اللي غادي تكون، فهو هبوط إلى الأرض، أي أن الإنسان سيعيش مرتبطا بالتراب وبعلائق التراب وبرغبات التراب من الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إن الإنسان لفي خسر، إلا الاستثناء إذن جاء ليرتقي بالإنسان من الهبوط، ليعيده إلى موضعه الأول حيث كرم وحيث أسجد له الملائكة، ولا يعود إلا بالشروط التي أنزلها الله جل وعلا. الكلمات، وكلمات التوبة تتضمن كل مقاصد العبودية لله الواحد القهار، لأن العبودية الحقيقية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبودية الحقيقية الشاملة الكاملة إنما هي العمل، العمل على تقديم كل معاني الذلة والخضوع لرب الكون بالصلوات وبالزكوات وبالصدقات وبالفعل فعل الخيرات وبالترك ترك المنكرات، كل ذلك إنما هو للتعبير لله الواحد القهار عن الخضوع المطلق لهذا القلب البشري لربه رب الكون جل وعلا. والتوبة تلخص هذا المعنى، التوبة هي كمال الخضوع، لأن خضوع الذي أيقان بالخطر بل أبصره إبصارا كأن لديه اليقين المعاين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن توكيدات، لم توكيد نن توكيد تعابير بعضها يؤكد بعض، لنكونن من الخاسرين. من هنا إذن كان الإيمان وكان الإسلام في الأرض هداية، كأن الأرض ظلام وظلمات، فينزل الله عليها شعاع النور، فمن آمن به سلك عبره، حل ولت ذاك النور طريق كتشد فيه وتطلع وتمشي لعند رب العالمين. فإما ياتينكم مني هدى، وهو الرسول حامل الرسالة المبعوث بالنور التام، من آمن بذلك النور اهتدى، أي أبصر، أبصر ماذا؟ أبصر الطريق السالكة إلى الله، من هنا يدوز وغادي يمشي حتى يوصل عند رب العالمين، يصل إلى منزلة الرضا حيث يرضى الله عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزن، لا خوف ولا حزن في الدنيا وفي الآخرة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، لأن النور في الظلام قوي، لما كيكون ظلام دير غير شمعة صغيرة كتكون ديك شمعة قوية، وكذلك نور الله جل وعلا في ظلمات النفس، في ظلمات الفتن والجاهلية نور قوي. ولذلك كان آية بالآيات، الدين حقائق، هذا معنى الآية، الآية هي العلامة الدالة قطعا، ما فيها شيء شك، والحاجة اللي فيها الشك أو الظن كتسمى أمارة، يعني عندك الإمارة. أما ما فوق الأمارة من الدليل القاطع أو البرهان كتسمى البرهان، يعني البرهان هو الشعاع ديال الشمس براهين. فأقوى تعبير له آية، آية حاسمة قاطعة على أنها من عند الله،
على أنها هادية إلى الله جل وعلا. ولذلك التكذيب بالآية جنون جنون. شوف النور قوي ديال الشمس تقول لله هذا الظلام، جنون. ومن هنا كان الكفر تعيسا، وكان الكفر انتحارا. دول الكفر تنتحر في الدنيا قبل الآخرة، تخسر حياتها الدنيا وتخسر الآخرة. وقلت غير ما مرة، إنما الذي يتذوق متعة الحياة الدنيا، ما كنتكلمش على الآخرة، لكي يذوق الدنيا مزيان، إنما الذي يتذوق متعة الحياة الدنيا المؤمن هو بوحده، أما الكافر فلا يعرف لها ذوقا أبلد الخلق شعورا وإحساسا هو الكافر. للذي يدرك كمال الذوق حقا، المؤمن الذي يبصر ويرى بنور الله جل وعلا يدرك جمال المتعة في الدنيا قبل الآخرة، ويدرك قيمة نعم الله جل وعلا. أما الكافر فإنما يشتهي، وفرق كبير بين المتع وبين الشهوات. الشهوات هي إدراك وإحساس حيواني، أما المتعة الحق إنما هي متعة الآخرة، والدنيا مقدمات لها. هل لك يعطيك شي واحد الدوقة؟ أطعمة الدنيا ومتع الحياة الدنيا دوقة. ولذلك قد تغر متاع الحياة الدنيا، قد يغر وقد يكون مسلكا من مسالك العبادة. كيف يغر؟ إذا لبس عليك إبليس وظننت أنها كمال المتعة، تحولت آنئذ إلى شهوة، تحولت إلى شهوة. أما إن أدركت أنها مقدمات لكمال المتعة في الآخرة، أذقت حقيقتها حقا، وكان للذتها في نفسك جمال العبادة لله جل وعلا، وأبصرت فيها في متع الحياة الدنيا، أبصرت فيها جمال الأسماء الحسنى خلقا وتقديرا ورزقا إلى غير ذلك من أسماء الكمال والجلال والجمال. من هنا إذن يكون المنهج القرآني كما رسمه الله جل وعلا منهجا ثابتا لا يتغير ولا يتبدل، ويكون منهجا غالبا بإذن الله، لأن جميع الأذواق تتحطم تحت ذوق القرآن. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، جهاز التلقي عنده سليم، قلب وسمع حاضر شهيد، ماشي غايب شارد. والقلب الصافي المقبل على الله جل وعلا بتوبة كتوبة آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا القلب يشعر ويعكس كمال النور، ويكون آنئذ من المدركين لحقائق القرآن العظيم. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.